هذا السائل يا فضيلة الشيخ يقول: أنا طالب جامعي مقيم في الإقامة الجامعية التي تبعد عن البيت 120 كيلومتر، وأمكث فيها أكثر من شهرين، فهل أقصر أم لا؟ وكم مدة القصر بذلك؟ لا يا أخي، لا، ما تقصر في مدة إقامتك لمحل عملك أو دراستك. إذا كانت المدة تزيد على 4 أيام لا يجوز لك القصر ولا الجمع، لأن السفر انقطع بالإقامة الطويلة. وأما في الطريق بين مكان دراسك وبلدك، الطريق ذهابا وإيابا، يباح لك أو يستحب لك القصر والجمع. نعم.